من هذه الرحاب القاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، وفي ليلة 28 من شهر رمضان أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ندوة جديدة من ندوات منطقة الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف كل عام في شهر رمضان برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ندوتنا اليوم موضوعها في غاية الأهمية، وما أحوجنا إليه اليوم في واقعنا المعاصر، وهي عن صلة الأرحام. صلة الأرحام من مكارم الأخلاق التي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلة الأرحام هي أهم ما يحدث به الترابط بين أبناء المجتمع، وخير ما نستهل به ندوتنا آيات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، نسأل الله له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات وما عند الله خير للأبرار. وما وإن
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبدنا على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أشكر كل شكر للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك جزاه الله خيرا.